طبعا قد ايه حضرتك عندك صعوبات من نوع مختلف شوية، عايزين نعرفها، وازاي انت حضرتك يعني بروحك العظيمة والإرادة يعني اللي احنا اكيد هنتعلم منها، ازاي قدرت ان انت تتخطى كل الصعوبات دي؟ اتفضل. في البداية بشكر حضرتك على الاستضافة الجميلة ديت، وبنرحب بالسادة المشاهدين. أحب أعرفكم بس بنفسي في جمل. أنا إسلام صابر قاسم، مدرب كمبيوتر للمكفوفين وضعاف البصر، وعضو جمعية المستقبل المكفوفين بالإسماعيلية، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة طموح للتنمية والرعاية الاجتماعية بالمنوفية، وعضو المنتدى المصري لذوي الإعاقة، وعضو في لجنة تحكيم زي ما حضرتك قلتي مسابقة تمكين لتحكيم مشروعات البرمجيات والمشروعات الخاصة بالإتاحة لذوي الإعاقة. ما شاء الله. أنا في البداية كف بصري وأنا عندي 11 سنة. طبعا أنا حسيت إن طبعا في الوقت ده أنا ما كنتش يعني أدرك قوي يعني هنقول إيه الطمة بتاعت كف البصر دي. كانت الأسرة شافت إن الدنيا سودت قدامهم، إن لهم طفل كف بصره هيعملوا معاه إيه. الناس حوالينا يعني ربنا يبارك فيهم اللي يعرفوا مدارس النور، دلونا على مدرسة النور في الإسماعيلية. حصلت على الإعدادية والثانوية في الإسماعيلية، خلصت الكلية. بعد ما خلصت الكلية التحقت بجمعية المستقبل للمكفوفين من سنة 95. تنيتني بقى في مجال العمل الاجتماعي ده، أخدم أي حاجة أتعلمها، وبالذات بقى التكنولوجيا. اتجهت ناحيه التكنولوجيا، تعلمت التكنولوجيا، حسيت من يوم ما تعلمت التكنولوجيا ان انا كنت عايش من سنه، انا كنت في بصر سنه 88، حسيت من سنه 88 لحد ما خلصت الكليه سنه 99 ان انا الفتره دي كنت عايش في اوضه ضلمه. ولما اتعلمت التكنولوجيا حسيت ان الدنيا نورت. طيب ايه اتعلمت ازاي، وايه التحديات اللي حضرتك واجهتها؟ اكيد يعني كان في صعوبات من نوع خاص يعني مع حضرتك يا استاذ اسلام. في البدايه الصعوبات اللي قابلتني كان استخدام الكمبيوتر من خلال البرامج الناطقه، ما كانتش منتشره قوي باللغه العربيه. اول برنامج صدر باللغه العربيه اللي هو كان برنامج اسمه ابصار. البرنامج ده لما يعني نزل وعمل طفره كبيره جدا، جه بعده تولد بقى البرامج الناطقه، بقينا وطبعا في متناول الايد. كان الاول برنامج ابصار ده كان حوالي بيعمل 1500 دولار. طبعا عم اجيبه 1500 دولار واجيب جهاز كمبيوتر سنه 99 2000، يعني كنت محتاج لي حوالي 15000 جنيه. فكانت دي من ضمن الصعوبات. الحمد لله ربنا يسر لنا الامر وحصلنا على برامج يعني مكسوره الحمايه، بقينا نستخدمها باللغه العربيه، فتحت لنا طاقه النور وطاقه الامل ان احنا نكمل في مسيره التعلم التكنولوجي. وحصلت على دورات وحصلت على شهادات كتيره، واهمها التي او تي من شركه اي بي ام في تدريب وتاهيل المكفوفين على استخدام الحاسب الآلي، ومن خلالها قمت بتدريب عدد من المكفوفين في المنحة اللي بتقدم من خلال وزارة الوزارة يعني اللي هو الجيش، القوات المسلحة، وزارة الدفاع، وزارة الدفاع من خلال معهد النظم والمعلومات في الجيش الثاني في الإسماعيلية. دربت عدد كبير جدا من المكفوفين، انا وصديق ليا كنا جت تدريب عن طريق الجمعية، واستمريت بقى في الموضوع ده. اكيد يعني حضرتك كمان مش مدرب، يعني انت قدوة حسنة ليهم يعني.